السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في درس جديد من دروس كتاب جيت سمارت 5 للصف الخامس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله معانا درس Our World، الدرس الثالث في موديول 4 الوحدة الرابعة Open Students Book، كتاب الطالب Pages 36-37 36-37. Let's listen and repeat. Pie. Pie. As you can see in the picture، زي ما واضح في الصورة، a type of food. الباي هي الفطيرة، طبعا أنواع مختلفة ومكونات مختلفة. Empty. Empty. Empty ده الصحن هذا. ايه اللي انت ملاحظه على الصحن في هذا؟ ان هو empty. Empty is the opposite of full. عكس كلمة full اما اقول على قارورة او صحن او غيره، full ممتلئ، عكسها empty يعني فارغ او فاضي. Pan. Pan. This is a pan, a round metal container. احد الاوعية اللي بتستخدم في المطبخ او الطهي. Invent. Invent. Invent means معنى invent create something that has never been before. إنك تسوي شيء لم يكن موجودا من قبل، فده كده الفعل invent، يخترع أو يبتكر. Take place. Take place. Take place equals نفس معنى happen، تحدث أو تقع. Again. Pie. Empty. Pan. Invent. Take place. What is the lesson about? الدرس بيتكلم عن ايه؟ It's about invention. Have you ever invented something؟ هل سبق لك انك ابتكرت شيء؟ Today we are going to talk about an invention. المرة دي هنتكلم في درسين عن احد الابتكارات. Let's learn about it. خلينا نتعرف عليه. Activity 1. Read and put the paragraphs in the correct order. Then listen and check. هنحاول نقرأ مع بعض الفقرات ديت ونرتبها. We have 4 paragraphs. معنا 4 فقرات. طبعا number 1 موجودة. هنرتب الثلاث فقرات الباقيين معنا. نقرأ number 1 ونشوف ايه اللي يصلح يكون بعدها. The invention of the frisbee. Many people say they invented the frisbee. ناس كتيرة بتقول انها هي اللي ابتكرت الفريسبي. Let's see. خلينا نشوف. 1. The Frisbee Baking Company of Bridgeport, Connecticut made pies and sold them to many colleges. طبعا كان في شركة او مصنع للمخبوزات في Bridgeport, Connecticut، كانت بتصنع فطائر وتبيعهم للطلاب، طلاب الكليات. The students use the empty pie pans as a toy. كان الطلاب بعد ما بياكلوا الفطير بيستخدموا الصحون الفارغة الـ empty pans as a toy، كلعبة. They threw and caught the pans and that was a great game for them. يعني كان يرمي الصحن كده في الهواء بعيد وبعدين يحاول زميله يمسكه كجيم، كلعبة، نوع من الألعاب أو الترفيه. معانا 3 فقرات مطلوب مننا نحن نرتبهم، نقرأهم وبعدين نشوف أي واحدة فيهم مناسبة تكون number 2. In 1948 a man who was from Los Angeles, Walter Frederick Morrison. في شخص من لوس أنجلوس اسمه فريدريك موريسون and his friend Warren Franchione، وصديقه Franchione، invented a plastic frisbee. ابتكروا الطبق الفريسبي البلاستيك او صحن الطائر البلاستيك. That could fly farther and better than a pie pan. باستطاعته ان هو يطير بشكل افضل وابعد من صحن الفطائر اللي كانوا بيلعبوا به الطلاب. In 1955 Ritchener and A.K.'s Spud Millen. في شخصين اللي هو Ritchener و Spud Millen، the owners of Wamo، اصحاب شركة اسمها Wamo، saw the Pluto Platter and loved it. شافوا Pluto Platter وعجبهم. موريسون sold them the rights and made a lot of money from this invention. موريسون باع لهم الاختراع او الحقوق الملكية الفكرية او براءة الاختراع وكسب كتير من هذا الاختراع. Near used the words frisbee and frisbee ink to create the popular frisbee. ريتشنر وصديقه ميلين استخدموا كلمة فريسبي وانشأوا علامتهم التجارية الخاصة والمميزة. Later, Morrison made another plastic frisbee which was called the Pluto Platter. That frisbee gave the design for all the rest. موريسون وصديقه فرانشيوني ابتكروا صحن طائر آخر وسموه Pluto Platter، والتصميم بتاعه هو اللي جاءت منه كل التصميمات التالية ليه. احنا قلنا باراجراف نمبر 1 كان بيتكلم عن البداية خالص، ان كان في شركة للمخبوزات وكانوا الطلاب بياخدوا صحون الفطائر الفارغة يلعبوا بيها كلعب او ترفيه. الفقرة اللي بعدها اي واحدة؟ which one؟ try to read again. ممكن تقرأ الفقرات مرة ثانية وتحاول تخمن الترتيب الصحيح للفقرات الموجودة معنا. after that بعد كده تسمع وتأكد من اجاباتك. let's learn and check our answers. خلونا نسمع ونتأكد من إجابتنا. Activity 1. Read and put the paragraphs in the correct order. Then listen and check.
The invention of the frisbee. Many people say they invented the frisbee. 1. The Frisbee Baking Company of Bridgeport, Connecticut, made pies and sold them to many colleges. The students used the empty pie pans as a toy. They threw and caught the pans, and that was a great game for them. 2. In 1948, a man who was from Los Angeles, Walter Frederick Morrison, and his friend Warren Francione, invented a plastic frisbee that could fly further and better than a pie pan. 3. Later, Morrison made another plastic frisbee, which was called the Pluto Platter. That frisbee gave the design for all the rest. 4. In 1955, Rich Ner and A.K. Spud Mellin, the owners of Wham-O, saw the Pluto Platter and loved it. Morrison sold them the rights and made a lot of money from this invention. Ner used the words frisbee and frisbeeing to create the popular frisbee. Activity 2, read activity 1 and answer the questions. معنا أسئلة عن الدرس اللي احنا قرأناه من شوية. 1. What did the Frisbee Baking Company sell? شركة المخبوزات كانت بتبيع ايه؟ It sold pies. كانت تبيع فطائر. What did the college students do with the empty pans? الطلاب كانوا بيعملوا ايه بالصحون الفارغة بعد ما ياكلوا الفطير؟ They threw and caught them. كانوا يرموها في الهواء ويمسكوها. هذا جيم زي لعبة كده. What did Morrison and Francione do in 1948? عملوا ايه Morrison وFrancione في العام 48؟ ابتكروا البلاستيك فريسبي. They invented a plastic frisbee. 4. What was the Pluto Platter? ايه هو البلوتو بلاتر؟ البلوتو بلاتر كان نسخة تانية من الفريسبي. It was the plastic frisbee that Morrison made later and gave the design for all the rest. نسخة معدلة من البلاستيك فريسبي لكنها أفضل. وجد بينها بعد كده كل النسخ أو التصميمات اللي كانت بعد كده. 5. Who bought the rights from Morrison? مين اشترى حقوق الملكية أو براءة الاختراع من موريسون؟ Rich Ner and his friend A.K. Spud Mellin, the owners of Wham-O, أصحاب شركة Wham-O. Rich Ner A.K. Mellin. How is Frisbee spelled today? كيف تكتب أو يتم تهجئة كلمة Frisbee today? It's spelled Frisbee as a trademark. In the same way, بنفس الطريقة كعلامة تجارية. تأكيدا على الكلام اللي قلناه في الدرس الأول والتاني بيأكد هنا على relative pronouns ضمائر الوصل. كان في الدرس الأول بيتكلم عن ضمائر الوصل الغير العاقل غير الإنسان which، وفي الدرس التاني اتكلم عن ضمير الوصل الخاص بالإنسان who. أما ذات بتصلح مع الاثنين، مع الإنسان ومع غير الإنسان. The first people، بشر أشخاص. Who that invented the frisbee were Morrison and Francione. They invented a plastic frisbee. بتكلم عن البلاستيك فريسبي، الصحن الفريسبي نفسه، شيء غير عاقل غير الإنسان. That which could fly better than a pen. يبقى ببساطة لو كنت هتتكلم عن شيء عاقل لو إنسان هو ذات، هتتكلم عن غير الإنسان which that. Activity 3, read the information, guess and match the columns. في عندنا عمودين two columns. Read and match. Then ask and answer questions with your partner. بعد كده نسأل ونجاوب على نفس المعلومات اللي موجودة معانا. 1. أحمد زويل. It's answer. هذه أول واحدة محلولة. Who is أحمد زويل؟ مين أحمد زويل؟ He is a scientist who that won the 1999 Nobel Prize in Chemistry. هو العالم الفائز بجائزة نوبل للكيمياء في العام 1999. This is the first one. 2. عيد الفطر. Which one is suitable with this topic؟ مع المصطلح ده ايه انسب جملة تكمل او تعطي تعريف للمصطلح ده او للكلمة دي؟ عيد الفطر. Cartoon character appears in Walt Disney's cartoons. Man invented the telephone. Explorer traveled to many countries around the world. Celebration takes place after Ramadan. Man directed many documentaries. So when I ask you, لما اسألك what's عيد الفطر، ايه هو عيد الفطر؟ You can say عيد الفطر is a celebration، احتفال. بما انه احتفال يعني غير عاقل. Which that takes place after Ramadan. Mickey Mouse. Mickey Mouse is a cartoon character. Mickey Mouse هو عبارة عن شخصية كرتونية. Mickey Mouse is a cartoon character which that appears in Walt Disney's cartoons.
4. Jacques Cousteau. Who's Jacques Cousteau? Jacques Cousteau is man invented the telephone, explorer traveled to many countries, man directed many documentaries. Is a man who, لأنه شخص أو who that. Is a man who that directed many documentaries. Alexander Graham Bell. Who is Alexander Graham Bell? مين هو؟ Alexander Graham Bell is a man who invented the telephone. ابن بطوطة is an explorer, مستكشف, who traveled to many countries around the world. The same idea here, نفس الفكرة تماما هنا. Activity 4, look at the pictures below and write a sentence about each of them. Use who or which. لو كان بتكلم عن شيء عاقل أو شخص أقول who, لو كان بتكلم عن شيء غير عاقل استخدم which. Who that or which that. The Silent World, director Jacques Cousteau. ده معناه ان هو ده فيلم وثائقي او برنامج. طالما في مخرج يبقى ايه؟ فيلم او برنامج. Spain, a traveler guide. هذا كتاب. And this is a building. Jacques Cousteau is the director. هو المخرج. لما بتكلم عن شخص director استخدم who or which. Who. Who that directed the silent world. Who that directed the silent world. احنا قلنا ممكن نكتب who that على سبيل ان احنا بنتعلم، لكن الاصل ان انا بستخدم كلمة واحدة فقط، ضمير واحد فقط. 2. Spain is a book. الكتاب ده اسمه Spain. Spain is a book. بتكلم عن كتاب. Who or which? Which طبعا. Spain is a book which is a traveler's guide. هو كتاب عبارة عن دليل للمسافرين، دليل سياحي. 3. The Empire State Building. أحد أشهر المباني في أمريكا. The Empire State Building is a building. لما أقول building who or which? Which، لأن ده غير عاقل. Which is the second tallest skyscraper in the USA. تاني أطول مبنى أو أعلى مبنى في الولايات المتحدة الأمريكية. Turn to workbook. كتاب النشاط page 32 صفحة 32. Activity 1, read and do the crossword. كلمات متقطعة. Use the letters in the red box to find out what material Morrison used to make the Pluto platter. من خلال معرفة الحروف اللي هتكون موجودة في اللي هي red boxes ديت، المربعات الحمراء، هنتعرف على الماتيريال، المادة الخام اللي استخدمها موريسون في صناعة the Pluto platter، اللي هو صحن الفريسبي أو طبق الفريسبي. 1. Jane loves eating apple. It's her favorite dessert. بنت بتحب تاكل شيء متعلق بالأبل، التفاح، بالنسبة لها هو طبق التحلية المفضل. It's her favorite dessert. Jane loves eating apple. Three letters. كلمة من ثلاث حروف. Apple pie. فطيرة التفاح. 2. Don't put so much food on your space. قل له لا تضع كثير من الطعام في. How are you going to eat it all? يعني سؤال، هتاكل كل الكمية دي ازاي؟ الطبيعي ان احنا نحط الطعام فين؟ In plates، صحون. Plate. P-L-A-T-E. 3. Tim jumped really high and spaced the ball. He was great. Tim قفز عاليا and spaced the ball. وعمل ايه مع الكرة؟ He was great. رائع. And caught the ball. وأمسك بالكرة. C-A-U-G-H-T. 4. The children spaced the ball and broke Mr. Foster's window. الأولاد عملوا حاجة بالكرة، كسروا بيها نافذة Mr. Foster. What did they do? ماذا فعلوا؟ Threw. رموا الكرة وكسروا النافذة. The last word, who spaced the phone? سؤال، من عايزين فعل؟ Who invented the phone? من الذي اخترع التليفون؟ The word platy. We have five letters. معانا خمس حروف بقى حرفين. ايه المادة الخام اللي صنع منها موريسون؟ The Pluto platter, plastic. It's a plastic. Activity 2, complete with who, which, that. زي ما قلنا، لو كان بتكلم عن إنسان أستخدم هو، لو بتكلم عن غير الإنسان أستخدم which. ذات تصلح مع الاثنين، لذلك هنكتب كده who that or which that.
One, he is the author. مؤلف. إنسان. Who that wrote a lot of famous stories. Two, this is a documentary. Who or which? Which that? John Brown directed. She has got a brother. ليها أخ. Who that works as a firefighter. A rabbit is an animal. Who or which? Which that can run very fast. They have a farm. عندهم مزرعة. Who or which? Which that is full of sheep, cows, and ducks. Alex plays tennis with a boy. Who that is his neighbor. Activity 3. Listen and circle the correct word. We are going to listen to a broadcaster or announcer. هنستمع إلى مذيع بيتكلم في البرنامج بتاعه عن موضوع معين. After listening, we will answer these questions. Brad Johnson is the author or director of Wild Animals. بيحكي عن فيلم وثائقي of Wild Animals and Nature. The first or second documentary came out in 2009. There are two or three men in the Wild Animals and Nature documentaries. In the documentaries, Thomas Smith, John Green gets into trouble. John Green is a funny or an interesting character in the documentary. Let's listen then answer. Workbook. Module 4. Our World. Activity 3. Listen and circle the correct word. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Lights, Camera, Action. Today's program is about one of the most popular series of documentaries about nature and animals, Wild Animals and Nature. The director of the documentary is Brad Johnson. The first documentary, Animals in the Wild, came out in 2009. The second documentary, Strange Flowers, came out in 2010. And the third one, Exploring the Desert, came out in 2011. The first documentary starts when three men, Mark Williams, John Green, and Tom Smith, visit Africa. There they follow different wild animals, and they see what they eat or drink and where they sleep. Most of the times, John Green gets into trouble. For example, once a tiger was after him. It's a dangerous job to do, I admit. All three of them are the lead characters in the rest of the documentaries as well. But John Green is probably the funniest character of them all. The documentaries were really successful. They made more than £500 million. Wow, that's a lot of money, right? Well, that's it for tonight. Stay tuned for the news coming up. Okay, you can listen again. ممكن تسمع النص أكثر من مرة to answer the question correctly, then check your answer. بعد كده تأكد من إجابتك. 1. Brad Johnson اللي تكلم عنه is the author or director of Wild Animals. هل مؤلف البرنامج ده أو الحلقات ديت ولا المخرج is the director هو المخرج الحلقات. أول أو ثاني فيلم وثائقي كان في العام 2009. The first. There are two or three men in the wild animals. الفيلم الوثائقي ده فيه شخصين ولا ثلاثة؟ Two or three. Three men. In the documentaries في مجموعة الأفلام الوثائقية اللي هي Wild Animals and Nature كان فيهم شخص دايما في مشاكل gets into trouble دايما بيدخل في مشاكل بتورط في مشاكل. Thomas Smith or John Green. Which one؟ أي واحد فيهم؟ John Green. بالنسبة لجون جرين الشخصية هل هو funny character شخصية مرحة؟ فكاهية interesting in the documentary في الفيلم الوثائقي هو شخصية funny مرحة ومضحكة. Activity 4 the last activity آخر تدريب look and answer we have 4 boys 4 أولاد Eric, Bob, Tony, Jack. هنوصف الحاجات اللي بيعملوها باستخدام ضمائر الوسط. We have an example معنا مثال. Who's Bob؟ لما أحب أتعرف عليهم أحب أوصفهم لك أعرفك مين فيهم بوب وإيريك وتوني وجاك. أقول لك بوب is the boy هو الولد. Who that is what's he doing بيعمل إيه هو. Who that is drinking بيشرب عصير drinking juice. Who's Eric طب مين فيهم إيريك. Try to answer by yourself حاول تجاوب بنفسك الأول. Who is Eric مين إيريك. نفس الطريقة Eric is the boy. Who that هو الولد. What's he doing بيعمل إيه. Eating an ice cream. Eating an ice cream. Who is Tony?
مين توني؟ بنفس الطريقة توني is the boy. توني is the boy who that eating a sandwich. Who's Jack? Jack is the boy who that is reading a book. That's all for today. Thank you so much. See you in the next video, inshallah. Goodbye.